مستقبل بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاريع عملاقة حقيقية. كان يمكن لهذا الرئيس أن يرمم الوضع على يعني ما درج عليه القادة والرؤساء السابقين، وأن يعني نقدم رشا صغيرة للشعب المصري، لكن هو اختار أن يصارح الجماهير، ونحن أيضا مع هذا الخيار الهام اختار أن يبدأ بمشاريع عملاقة تقطع الزمن وتنقلنا بالفعل إلى مصر المستقبل. قناة السويس ومحور قناة السويس، وأعتقد أنه بعض السادة الحضور كانوا معنا شاركونا في هذه الزيارة الهامة التي أديناها قبل أسابيع قليلة للوقوف على العمل الجبار الذي يعني يبذله أبناء مصر عمالها وفلاحيها وقواتها المسلحة في يعني ظروف شديدة القسوة. هم ينجزون ما يتوجب عليهم إنجازه في فترة زمنية يسابقون الزمن بالفعل. في خلال الأيام القليلة الماضية يعني استطاعوا حتى أن يكسروا البرنامج الزمني، وهو برنامج يعني البعض اعتقد أنه لا يمكن تحقيقه في هذا الزمن الوجيز. عندما يقول الفريق السيسي أو الرئيس السيسي أنه كانت هناك الخطة والبرنامج الأساسي لخمسة سنوات، القوات المسلحة اختصرتها لثلاث سنوات، هو لأنه يؤمن بعبقرية هذا الشعب وقدرته على الإنجاز، تحدى هذا الزمن وقال أنه يمكن إنجازه في سنة واحدة. بعد أسابيع قليلة وصلنا الآن إلى المياه، يعني الحفر على الناشف انتهى ودخلنا في المرحلة الثانية، وهذا فخر للمصريين. لكن علينا جميعا أن لا نرصد إنجازا واحدا، علينا أن نغير سلوكنا كمصريين في كل مناحي حياتنا، أن نرتقي بمستوى حياتنا وأدائنا ومعيشتنا إلى مستوى هؤلاء الذين تحدوا الزمن وحفروا في الصخر واستطاعوا بالفعل أن يسابقوا الزمن ويتحدوه. هذه هي إرادة المصريين التي نأمل جميعا أن تشتعل داخل صدورنا، لنستطيع بهذه الحمية المصرية، بهذه الروح، بهذه الوطنية، أن نسابق الزمن وننتقل بمصر إلى مصر المستقبل.